في هذه المتعة الجميلة، في هذه الأمسية التي تحمل لنا هذا المهرجان الكبير، مهرجان ولي العهد للهجن في هذه الانطلاقات 2023، انطلاقة تليها انطلاقة. كل الشكر والتقدير للاتحاد السعودي للهجن على هذا التنظيم وعلى هذا التنظيم الكبير الذي نشاهده على أرض الميدان. ننطلق مع شوطنا 17 للإبكار المفاري العام، مسافة 2 كيلومترات. نتابع من يقدم لنا شعار، نتابع غالية في مكان غالي عند الجميع، يتقدم راعي غالية شعار عبد العزيز بن مهل بن عودة بن بريك، يقدم شعار. ولكن من الجانب الأيمن أرى من تتقدم حسن بن ضيف الله بن علي السالم البريكي، يقدم لنا مزون من اختفت العيون واختفت الصدارة. المركز الثاني بن برقان، الله يا بن برقان وأبناء الدوحة القادم القادم، قدم لنا شعار اليوم في شوط ماضي وحضر بانطلاقته. يقدم لنا انطلاقة ورود محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان المقارح، وأيضا سعدان بن فواز العتيبي. يقدم لنا سهاجة، وأيضا عادت غالية إلى المكان الأول. ورابعا نتابع الوصول، وصلت الآن، حضرت الآن بشعار حصن بن مناحي بن مبارك الدوسري مع نجايب، وأيضا الآن وصل مانع بن فرج بن مانع الرزق مع الكحيلة. ولكن نعود إلى الصدارة، إلى غالية غالية مع الصدارة مع القمة. ولكن الحطابي، الحطابي عذابي وصل مع دجرة، ولكن وين وين الانتصار يا الحميدي؟ بن برقان، بن برقان الصارم، الصارم انطلق، انطلق بحضوره. ولكن بن حطاب، بن حطاب الله، يا هذه المعركة، يا هذا الصراع، يا هذا النزاح. ولكن انطلقت وغادرت بهذا الفوز. ولكن بن حطاب، بن حطاب وصلت ليالي، ليالي ليالي ليالي. الله يا فهد، يا بن خيران، يا بن بيشان، بن بيشان لأمانة لهذا الرجل، رجل كل الأمتار يحضر بهذا الانتصار. الله يا ليالي، ما أجملها من ليلة، ليلة والفرح. المركز الثاني محمد بن ناصر محمد بن حطاب الكعبي مع دجرة. المركز الثالث وصل طالب بن علي براشد الفيدة المري مع مزدلف. المركز الرابع شعار سعدان بفواز العتيبي مع سهاجة. خامسا المركز الرابع وصلت نجايب بشعار حصن بن مناحي بن مبارك الدوس. المركز الخامس بالفعل أتى شعار سعدان بفواز العتيبي مع سهاجة. هكذا الإبداع، هكذا هي العروض الذي تحضر في هذا المهرجان الكبير، في مهرجان ولي العهد. إذا تهانينا بن بيشان، وين السلام؟ الله يا أهالي جودة، من حضروا بالانتصار وحضروا بهذا الإبداع، يأتوا لنا بالنوعيات المميزة بالجودة الفاخرة. أتى بشعاره وقدم لنا شعار فهد بن خيران بن بيشان الرزق العجمي مع ليالي، وليلة تسجل من أفضل الليالي. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز وهذا الانتصار. لحظات التوقيت الزمني في هذه اللحظات 3 دقائق 15 ثانية، 65 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك المركز الثاني. وصل الشعار في هذه اللحظات 3 دقائق 16 ثانية، 27 جزء من الثانية. شعار الحطابي، تهانينا والف مبروك. المركز الثالث وصلت مزدلفة مع الفهيدة طالب بن علي بن راشد 3 دقائق 18 ثانية، 38 جزء من الثانية. المركز الرابع حصان بن مناحي بن مبارك الدوسري، والمركز الخامس حداب فواز العتيبي. تهانينا على هذا الفوز.
المركز الخامس وصلت الآن ورود بالفعل شعار بن برقان، قدم شعار محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان المقارح. تهانينا يا بن مقارح، وتهانينا للمالك البطلة ليالي أتت بعرضها الجميل.